بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما فضل سورة الكرسي وما الأثار المترتبة على قراءتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية، آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان أو غيره من الصحابة: تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه الآية صارت بهذه المنزلة لما تشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، قد أثبت الله فيها من الأسماء الحسنى ونفى عن نفسه النقائص والعيوب، أثبت له الكمال ونفى عنه النقص في هذه الآية الكريمة. وقد اشتملت على 8 جمل، كلها إما إثبات لله، إثبات الكمال لله، وإما نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. يقول: لماذا سميت آية الكرسي يا شيخ؟ لذكر الكرسي فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. يقول: ما هي كيفية الزكاة في القطع النقدية؟ القطع النقدية إذا كانت من الذهب بلغت 20 مثقالا، 11.5 جنيه الجنيه السعودي، ففيها الزكاة، هذا نصابها، نصاب الذهب. وأما إن كانت النقود من الفضة فإن بلغت 140 مثقالا ففيها الزكاة. وبالريال العربي السعودي الفضة 56 ريال فضة بالريال السعودي، هذا هو مقدار النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان شخص مسافر فوجد جماعة يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟ لا، يصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم في العشاء، أو يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للركعة الرابعة يجلس هو بالتشهد الأخير، وهو بالخيار، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام سلم معه. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما ضابط العمل في أسهم الشركات التي كثرت في زماننا هذا؟ الشركات الثابتة التي هي في أشياء ثابتة من مصانع أو عمارات أو بنيان أو زراعة، الأسهم في الشركات الثابتة هذه لا بأس بها إذا كان إنتاجها مباح، لا بأس بالمشاركة فيها. وأما الأسهم التي ليست في شركات ثابتة فهذه مجهولة في نظري، مجهولة ولا يدرى بماذا تتعامل، الامتناع عنها والابتعاد عنها أبرأ للذمة حتى يتيقن أنها منضبطة وأنها في أشياء مباحة. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال مختصر يا شيخ. تقول السائل: والدتي تبلغ من العمر 55 وكانت في سن 17، مرضت والدتها ونذرت بأنها لو شفيت والدتها سوف تذبح ناقتين، وهم أناس على قدر حالهم ولا تستطيع الآن أن توفي بنذرها، وقد مرت السنوات، أنا وإخوتي نريد أن تحج لكنها تقول لنا: كيف أحج
أحج وأنا علي نذر من سنين ماضية؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا كانت نذرة أن تذبح ناقتين تتصدق بلحومهما هذا نذر طاعة يجب عليها الوفاء به، فإن لم تستطع تنفيذه فإنه يبقى في ذمتها. وإذا أعانها أحد أو تحمله عنها وذبح عنها برئت ذمتها بذلك، وإلا فإنه يبقى دينا لله في ذمتها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، كيف نحمي أنفسنا من امرأة تتعامل بالسحر والعياذ بالله، وكيف أيضا نحمي أنفسنا وعائلتنا من هذه المرأة مأجورة؟ تحمونها بالإبلاغ عنها، بإبلاغ السلطة عنها، الأخذ على يدها وإجراء الحكم الشرعي في حقها، ولا يجوز لكم السكوت عنها وأنتم تعلمون أنها ساحر، لا يجوز لكم السكوت، لابد من إبلاغ السلطة لتأخذها وتجري عليها الحكم الشرعي. نعم. هذا سائل يقول: شيخ، أنا مقيم في المملكة وعندي أطفال أنفق عليهم أو علي دين وراتبي ما يقارب من 1000 ريال، أنا عامل بسيط وأبي يطلب مني فلوس فأعتذر منه فيغضب علي، هل أكون عاق لأبي وأنا هذه حالتي؟ لست عاقا لأبيك ما دمت لا تقدر على أن تعطيه ما طلب، لست عاقا له، ولكن عليك أن تبلغه بعذرك، تطلب منه المسامحة، فإذا لم يسمح وأنت ليس عندك شيء تعطيه ما طلب فإنك غير آثم في ذلك ولست عاقا. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الكريم يقول: بعض المصلين الشيخ خلف الإمام يرفعون أصواتهم، هذا يكبر والآخر تسمع ما يقرأ وآخر تسمع صوته أثناء السجود صوت الدعاء، هل من توجيههم في هذا وهل هذا جائز؟ كل هذا لا يجوز، أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة أو بالتكبير أو بالدعاء يشوش على الإمام يشوش على المأمومين، الإنسان يسر صوته بقدر ما يسمع نفسه فقط لا يشوش على الآخرين. نعم. هذا السائل يقول: ما الأسباب على استقامة الشاب المسلم، حيث أن لي بعض الأولاد هداهم الله يذهبون مع أناس يدخنون، كيف نحمي الشباب من هؤلاء مأجورين؟ تحمونهم بالتربية الصالحة وبمنعهم من مصاحبة الأشرار من المدخنين وغيرهم، لأنهم تحت مسؤوليتكم ما داموا صغارا، فهم تحت مسؤوليتكم، فالوالد راع ومسؤول عن رعيته، راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته يوم القيامة، فعليكم بحفظ أولادكم وبناتكم، لا سيما في هذا الوقت الذي تلاطمت فيه الفتن وسهل وصولها إلى الناس بطرق مختلفة وكثر الأشرار والمروجين للشر، فاحفظوا ذراريكم واستعينوا بالله واصبروا، فإن الأمر شديد جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح فضيلة الشيخ بأن من عليه دين لا يجوز له الحج؟ فأنا علي دين من سنوات وأنا موجود عامل في المملكة وأريد أن أذهب لأداء فريضة الحج. نعم، الدين يمنع وجوب الحج إذا كان ليس عندك ما يتسع للحج ولتسديد الدين، إن كان عندك مال يتسع للحج ولتسديد الدين فلا مانع أن تحج وتوفر للدين ما يسدده، أما إذا كان ما عندك لا يغطي إلا الدين فقط فلا تحج، وليس عليك حج في هذه الحالة، لأن الحج أوجبه الله على المستطيع وأنت غير مستطيع من ناحية المال. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنت غير مستطيع. نعم. هذا سائل أرسل للبرنامج بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، متى يكون موعد إفطار الصائم؟ هل هو عند غروب الشمس أو عند أذان المغرب؟ إن كان يرى الشمس يفطر عند غروبها إذا تأكد من غروبها، ما إن كان لا يراها إنه يفطر على أذان المؤذنين في البلد ويعتمد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل هذا الكلام صحيح؟ يقول بعض الناس كل واحد يتبع فتوى بلاده، هل هذا الأمر على إطلاقه مع أن بعض البلدان تختلف عن بعض الفتاوى؟ إذا كنت في بلادك فاستفتي علماء بلادك، وإذا كنت في بلد آخر فاستفتي علماء البلد الذي أنت فيه، وكلهم علماء، ولكن عليك أن تتأكد من أهلية هذا الذي تستفتي علميا ودينيا، أن يكون عالما تقيا. في
كل بلد تسأل من فيه من العلماء الثقات ولا تبقى على فتوى علماء بلدك. نعم. يقول هذا السائل: أنا في صلاة الفجر أصلي الراتبة أولا وبعدها صلاة الفجر وأقرأ فيهما بسبح والإخلاص وبعدها أصلي الصبح ركعتين، هل هذا صحيح؟ سبح هذه في الشفع، شفع الوتر، بعدها سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، هذا في الوتر إذا كان ثلاث ركعات. وأما راتبة الفجر فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آية آل عمران، هذا هو السنة. نعم. يقول: ما الراجح في قنوت فجر فضيلة الشيخ، هل هو وارد؟ الراجح أنه غير مشروع إلا في النوازل، أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع إلا في النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في النوازل، وليس خاصا بصلاة الفجر، بل يقنت في كل الصلوات الخمس إلى أن يزول السبب. وأما حديث أو رواية ما زال صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، والمراد بالقنوت هنا طول القيام، ما زال يطيل القيام في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ بالسبعين إلى المئة عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا السائل يقول: رجل يصلي وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده فقط، ولم يزد على ذلك من زمن طويل وخاصة في صلاة السنة، هذا تارك لواجب من واجبات الصلاة وهو قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع والاعتدال، فهو واجب أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لكن ما دام جاهلا بترك ذلك فإنه يعذر بالجهل، ولكن بعدما علم فإنه يحافظ على ذلك في المستقبل. نعم. ما المقصود في الحديث من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر؟ هل الثلاثة أيام في أي وقت من الشهر أم في أيام محددة؟ نعم، الصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا سنة مؤكدة، كما أوصى بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، وهي عن الشهر كامل، لأن الشهر 30 يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم عن 10 أيام، هذا وجه تخصيص أو تشريع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها وكل يوم عن 10 أيام، فكأنما صام الشهر كاملا، يعني له أجر من صام الشهر كاملا، ولا تتعين في وقت من الشهر محدد، بل إن شاء صامها في أول الشهر، إن شاء صامها في وسطه، إن شاء صامها في آخره، ولا يلزم فيها التتابع أيضا، يصومها مجتمعة أو متفرق، الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل نايف يقول: ما هي المسافة المعتبرة يا شيخ لوجوب الصلاة في المسجد؟ أي متى يحكم على هذا الرجل بأنه حافظ على الصلوات في المسجد؟ وما حكم أيضا من صلى في بيته جميع الفروض؟ حكم ليس معلقا بالمسافة بينك وبين المسجد، معلق بسماع الأذان، إذا كنت تسمع الأذان بالصوت المجرد لا بالميكروفون بل بالصوت المجرد تسمعه إذا أذن يجب عليك الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. الذي يترك الجماعة من غير عذر يكون تارك لواجب، يكون تارك لواجب يعاقب على تركه، لأن صلاة الجماعة واجبة مع الاستطاعة، فهذا تارك لواجب يعاقب على تركه، أما صلاته فهي صحيحة ومجزئة، لكن يعاقب على ترك حضور صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو منور يقول: امرأة سبق وأن طلقت مرتين ثم مرض الزوج، فأوصى أخوه قبل وفاته باستخراج صك طلاق للزوجة لطلاق ثالث وتوفي، فهل تعتبر طالق بعد وفاته؟ هذه تراجع فيها المحكمة الشرعية، تنظر في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يسمي مرض السرطان عفانا الله وإياكم وإخواننا جميعا بالمرض الخبيث. لا يجوز التسمية هذه، المرض هذا من جند الله عز وجل، ولا يوصف بأنه خبيث ولا
بأنه طيب، يوصف بأنه مرض خطير مثلا، مرض خطير، ولا يوصف بأنه خبيث. نعم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: ما الفرق بين الحياء والخجل؟ وإذا كان الإنسان يعاني من الحياء الزائد عند الناس وبين أهله وأقاربه، ما العلاج؟ مأجورين. الفرق أن الحياء محمود وهو من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الحياء شعبة من شعب الإيمان. وأما الخجل فهذا ضعف، هذا ضعف في الإنسان وهو مذموم. الإنسان أن يكون شجاعا في أموره في دينه وفي أموره، ولا يكون جبانا، الجبن مذموم. نعم. يسأل عن حكم صلاة النافلة على السيارة وخصوصا في الحضر، وكيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة؟ مأجورين. صلاة النافلة على المركوب إنما تكون في السفر في قيام الليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا كان في الحضر فإنه يصلي على الأرض، يصلي النافلة على الأرض، ويصلي صلاة الليل على الأرض، لأنه ليس بحاجة إلى أن يصلي على السيارة أما أو على الدابة، لأن هذا إنما يشرع في السفر لأجل قطع المسافة. وأما الذي في الحضر فهذا ليس عنده هذه المسافة التي يقطعها، ولم يرد هذا أيضا. نعم. يقول الشيخ: إذا أصيب المسلم بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده، فماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه الصبر على الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص والأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيصبر ويقول هذا الذكر والله جل وعلا يعينه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشخص إذا تزوج زواج شغار؟ زواج الشغار باطل ولا يبنى عليه، ولكن عليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتنظر المحكمة هل هو شغار أو غير شغار، لأنه قد يتوهمون أنه شغار وهو ليس كذلك، لازم مراجعة القاضي لذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.